بارك الصالح نمشي انا نقيس البيت نتلفن وان شاء الله ندكري اخبارهم. تمشي عنا نتلفن ندكري. والله قاعد يا راجل معانا والد ما انكم خايفين من شيء رجال كذا ما انكم خايفين من شيء والله تحرك عنا ما خايفين والد ما له انا كم انت مالك هذا اللي دور شيء ماشي انت متالمه شوي شوي تشربتي دواك شربته بعد لو حنمشي نحملك من الباب حملك من الباب ما ندور معلوم فيك انا قاعده تعرف الصيفه اللي انا وقف بيها مريم تكسي شعور على راسك انا الصغر خالق اللي خلق لي العمليه تكلفتنا بها فشلت لماذا تفشل؟ لان انا خلق فيها اخطاء انا مالي بريتكم الاخطاء ايوه الناس هيك ما نعرفه اوكي جايه قالت لها كان اعلنها زينب واللي زاد قرشي حتى يبوسها محمد انا شفتهم ما داخلني من الشك يا قرشوف لين اقطع لك ورق شك باليقين لين تلفين لعويمه ونتاكد منه ونرجع نتصل بك ايوه اوكي دون نتصل بك ايوه حالا تخيتي بس الحمد لله تخيتي بسم الله الرحمن الرحيم ايوا لهسه قوم جيب لي ماء انت يا واعي اخوك من فوق واحد خوك لتي جميلة رومي من خليك لي لنتي لانك عدتي كما كان لك كان كراس ويوجه اسوي لنتي من فوق لنتي احمد وقعد روح ودعا احمد وهاي جاي صبتي أو تشكي صباحك إن شاء الله ياك ما بنت البارح متمرث والله إلا بنت متمرث ولا مخميني ما هو هذا اللصوص اللي دخلوا نقر دارنا نحن اللي ما يقدر قاش يدخلها يفكر على إنه يدخلها يقبل من هالشي يدخلوا يخبطوا أختي قلت لك أنا بعد خانعيني أنا مردته ما حد واضحة عندي مدة لا تمشي مدة ماشي وعد الطب تجي وراها قطعا من الناس رواية مخطيل هو مردتهم واضحة ولا لصوص كانوا جايين لي يسرقوا جبروني أنا هون وكروني شنو الناس ما أنا ملصوص شنو الناس قطعا مردتهم ما واضحة قفلات قلعهم كامل ومبدلهم جيروا بلادهم محدات خرات ودوبلهم قفلات أنا ماني مبدلهم شفتي هذو الناس إن شاء الله ما تلاقوا قد يجون يطرحوا كرعيهم دور نمشي أنا نبحث نين نعرف لك خبار
ترك شاكنا نحن لا بد من البساطة كاملة ودارنا يعدل في هذا النوع من الفوضى وجوه بنضية سكتينتي أي وصل بنتي كان أخوك شربتها سابق لا يورطك أنا قاع ماني محانية تعالنا جارين فراس مالك جارين فراسي لا بد من نمشي نعرف قضيتهم شنية يعني نمشي طالعنا وخالكم يساري والله أنا اللي نبقي نمشي خايتي غطعني غير ما قد نحرك عنك هذارك ما تلفش ولا تلحزن قطعا حد يخليك وحدك في الدعم ماني خايفة بعد ما شيت قدي لا تمشي تعدريها مقترجعي ما عندي مشكلة بيض الناس ما وضحوا لي خايفة منهم قصة أخبار أخرى الو عويمة تواطي لي بتبي بي مالك مش خيطك شنو شنو تعاقل والله فايسك زينب هربت انت ومكان معاها تعدلك مالك عاقل لعاد محمد غبي انا اغبى منك انت واغبى منه هو بلاد منين في زينب تنكتها من السماء الله من التراب راني قايلتها لك وهذا اللي بيني معاكم شد الاخبار أما أنت أمانة رد هاري بصيفتها أنا ذاك ما قادر لي فيه ذاك أنا قلت لك أنني ما قادر لي فيه يعنيني زينب تردها من السماء والله من التراب تعليمياتي لك كانت واضحة أوكي عطيتك 24 ساعة تجبرها فيهم ما جبرتها عرف أعلنك قول على راسك يا رحمن يا رحيم راني لك مالي كلامي حق عندي ولاني مشوقة بي سيد حق عاقل والله فايسك لقع وتالي قاع كان باقي محمي علي بتليفون مالك انا مالي قلت لك انا هو اللي اتصل عليك انت ما اتصل علي ندور ما تلفنت عليك لان عندي اخبار جديده لابد لي من نقولها لك اخبار جديده شنو هي زينب هربت بسمحي لها هربت وين تهربت اليوم من هالربع قلت لعويمر هو ومحمد العلم يوخلوها من الطب لاني خفت لا تجي مريم والله يجي احمد للطب ويجبروها كي نفس تلاقيت لقيت انا معاها بيها ولذلك قلت لهم يا ربها تميتني تلفن عليها قالوا لانها وقت التعليم معنى انك ذاك شد شيء عند راسك ولا عرف اللي يتعدل هذه المشكله انت ولد دخلتني فيها وانت هو اللي تمرقني منها هذا تهورك هذا غبائك لماذا تهربها انا كنت لاهي ندبر لها مأمن وخروج امن بطريقتي وكنت نحانيها تتعافى شوي لماذا تهربها مهم لاني انا خفت وهذه هي الحقيقه لو كنت ما خلعت ما نهربها ضارك انت بطريقتك اللي تجبرها
لو ودري لها من السماء والله من التراب تدبر فيها هذا كان ما يعنيني. ذي المعمعة انت ودخلتني فيهم وانت هو اللي بيدك تمرقني منها. هذا هو اللي يعنيني، شو اخر ما يعنيني. هذا غبائك وتهورك وتهور الجماعة اللي معاك. الجماعة اللي جبتينا ما يصالح هالشيء. أغبياء وانت غبية معاه. لماذا؟ أنا لا تساكت علي، أنا كنت ندور ننقذ الموقف. خايف يتعقد علي أكثر. معنى أنك بدلا تشكرني لا تساكت علي. شوفي زين اوكي زينب مرقي قضيتها وواي منها نهايه ننساها كانك ما كنت تعرف احد. قال لها زينب لا تيتي تتصلي على احد، لا عويمر لا محمد لا احمد لا اي حد من اي جماعه. واضح؟ يا وانت شنو تعدل؟ انا بطريقتي ندور نجبر زينب، ندور نجبرها. واضح؟ رجعت تقدر تعدل منذ البدايه لاني انا عند من شفت في الطابق اتصلت بك ولا حركت ساكن. وحلتينا بهذه وخذت الامراه. انا ما وحلتكم، انا ما وحلتكم. انا زينب تعرف على مشكلتها كامله، انا وانت وما سبب فيها، ولذلك خفت فعلا لانه اكتشف، وانا ما نختار حد اكتشف امري. ومن ضارك دير في راسك على اني لا اكتشفت المرده، انا مالي فيها لا من قريب ولا من بعيد. من ضارك يا اخي خليها عني. كيف قلت لك تصلي معها نسايها؟ ننساها. لا تتصلي بحد ولا تشدي له اخبار زينب ولا تتكلم انت باخبارها، خليها عنك. نتمنى ان شاء الله على ما خلي بيني انا معها، انا هو اللي لهنا وجدها بطريقتي انا الخاصه. اوكي راعيني لهنا وخال قضيه زينب، معني نختار صانو خالها الى الابد. ما نختارتها تتنتق لي هي ولا تتنتق لي انت مولي في اخبارها. واضح عدل اللي قلت لك وانت عدل اللي قلت لك. زينب ما تختار قضيتها تشتدري مره اخرى. وفو اسمع، عندك مهمة زينب، أعطيك 24 ساعة. زينب تنكت هاري من السماء والله من التراب، ما فيه المستحيل، ما فيه ما قديت. واضح؟ أوكي.